شوط السابع يحمل اسماء قويه ويحمل نخبه من البكار. هكذا التواصل مستمر ايها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقه الشوط السابع الخاص ايضا للبكار. المشتركات مسافتنا 1500 متر، اعداد كبيره واعداد مميزه بهذا الصباح الجميل، صباح كبير. المقدمة والصدارة بشاير وحمد عبد العزيز النعيمي، يلا يا النعيمي. ولكن احد الواصلين دباسة وسالم بن حمد السندوانة، من يقدم دباسة الناموس؟ ولكن ثالث الاسماء وصلت الله خود وعبد العزيز بن عبد الرحمن ال عبد الملك، من يقدم لنا خود بهذا التحدي؟ رابع الاسماء وصلت الله معزة وعبد الله بن علي بن قريع، الامبراطور قادم ولكن ارى شيء خطير لا محاله. وصلت ارتياد ومحمد بن جبر الهاجري مع ارتياد، يلا يا بن جبر يلا يا الهاجري. الرقم واحد والمدرج واحد واسم كبير اسم ثقيل يا محمد يا بن جبر يا الهاجري. ولكن برجع الى المقدمه والى الصداره هنالك الله دباسه وسالم محمد السندوانه ثاني الاسماء، هنالك بشاير وحمد بن عبد العزيز النعيمي، ارتياد قادمه لا محاله ولكن دخول خود عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك، من يقدم خود؟ شعارك كاسح شعارك كاسح مع خود اخود غادمه ولكن دباسه سالم بن حمد السندوان. وصلت خود عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك يقاتل بشعار الكاسح. الامتار الاخيره والمجنونه ولكن دباسه دباسه وسالم بن حمد السندوانه راح السندوانه راح بالتحدي ثاني الاسماء. وصلت خود وصلت مشاهدينا الكرام خود عبد العزيز بن عبد الرحمن ال عبد الملك ثالث الاسماء. وصلت بشاير وحمد بن عبد العزيز النعيم. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام ساعة وصول هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. ساعة وصول دباسة لخط النهاية قطع المطاف 1500 متر في دقيقتين و11 26 جزء مالكي دباسة سالم بن حمد السندوان المري، من قدم أداء